السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأريكم كيفية تشغيل الترمينال وربطه بالدرواد في بي ان. الآن كما تشاهدون أنني شغال بالدرواد في بي ان، سيرفر 4 شغال. هذه كما تلاحظون ثلاث دقائق يعني شغال. ندخل إلى الترمينال، كما تلاحظون أنني شغال بالبينج. ندخل إلى بارامتر، ننزل إلى الأسفل، نبحث عن كوموند إنيشال، نضغط على كوموند إنيشال، نكتب بينج جوجل .com. أوكي، نعود إلى واجهة، هنا تكتب نفس السابقة بينج سباس جوجل سباس جوجل .com كما تلاحظون الفوق، وهي شغالة عندي. نتمنى أن تكون كتشغل. وهذا ترمينال إيميلاتور ستجدونه بلاي ستوري. شكرا.